حصاد الجنوب، أهلا بكم. عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم اجتماعها الدوري برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس. هيئة الرئاسة ناقشت الإجراءات الكاملة لتطبيق إعلان حالة الطوارئ، حاثة في السياق المؤسسات العسكرية والأمنية الجنوبية لاتخاذ الإجراءات الصارمة بحق كل من تسول له نفسه افتعال أعمال الشغب والفوضى. ترأس محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس اليوم السبت الاجتماع الدوري لمدير المديريات وبعض من مدير المؤسسات الخدمية، وأكد المحافظ على أهمية استشعار الجميع لمسؤوليتهم في هذه المرحلة الاستثنائية التي تعيشها العاصمة عدن، وانتهاج طرق وأساليب عمل فعالة تحقق نتائج إيجابية ملموسة بدلاً من الروتين غير المجدي. ولفت لملس إلى أن هناك أطرافاً كثيرة ومختلفة تكالبت على عدن، مشدداً على ضرورة التصدي لها وإفشال المشاريع التي تحاك ضد عدن وأمنها واستقرارها. تواصلت موجة الاحتجاجات اليوم السبت في مدينة سيئون بوادي حضرموت استمراراً لحالة الغضب الشعبي من تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار ونقص المحروقات، وقطع المحتجون الطريق العام في منطقة السحيل ومنعوا حركة السيارات، كما أغلقوا محال الصرافة في نطاق المدينة. في أحدث حلقات مسلسل خياناتها، انسحبت ميليشيا الإخوان المسلمين عصر اليوم من وادي خورة غرب محافظة شبوة مسلمة مناطق واسعة لميليشيات الحوثي. الانسحابات الإخوانية تزامنت مع تعزيز الأحمر لقواته في حقول النفط بمديرية عسيلان شمال شبوة. وفي شبوة أيضا فارقت طفلتان مصابتان بالدفتيريا الحياة أمس الخميس بعد تدهور حالتهما في مستشفى عتق بمحافظة شبوة، وحذر مصدر طبي من تفشي مرض الدفتيريا في شبوة خلال الفترة الحالية في ظل غياب أي إجراءات صحية للوقاية في المحافظة التي ترزح تحت احتلال الميليشيات الإخوانية.